بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مستمرين في وصف منافسات صباح هذا اليوم مع انطلاقات سن الإذاعة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثرى، من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نصف لكم هذه الأجواء الرياضية الاستثنائية الجميلة في صباح هذا اليوم، انطلاق مع سابع الأشواط الذي يسير هنا في تحدي مميز يحمل لنا منافسات الابكار وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن اكس اي بانتظار احدى الاسماء والشعارات المنطلقة هنا في مسار التحدي والاصالة. نبدأ مشاهدين الكرام مع مجريات هذا الشوط ونتابع المقدمة والصدارة مع المركز الاول، هذه مشكورة من تتقدم في اول اذاعة بشعار محمد بن صالح الغفران المري، من يقدم لنا مشكورة على مقدمة هذا الشوط شعار بن عتيق يأتي هناك مع الصدارة، بينما النقلة إلى المركز الثاني. أتابع التواجد مشاهدين الكرام من رسالة بشعار علي بن بخيت بن عويضة الآل عذبة، من يقدم لنا رسالة مع المركز الثاني في تحديات ومنافسات هذا الشوط، بينما النقلة إلى ثالث المراكز. أتابع التواجد مشاهدين الكرام مع المركز الثالث، هذه انفدع مشاهدينا الاعزاء بشعار مازن بن نوير الهذلي، من يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز. وتابع التقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من الجانب اليمين، الشعار الذي بدا يتسلل في هذه اللحظات، هذا هو التواجد اللي شاهده مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع واللي غيرت الى ثالث المراكز، هذه وجنة بشعار علي بن حليس العفاري، يصل هنا مشاهدين الكرام ويغير الى ثاني المراكز. ننتقل مباشرة الى المركز الخامس لنتابع التواجد من شهلولة مع المركز الخامس بشعار محمد بن ذياب العتيبي، من يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس. هذه النتيجة وهذا اول ندى على مسار سابع الاشواط، هنا نيسان بترول ستيشن بانتظار صاحب الحظ الذهبي في هذا الشوط ومادة الزعفران التراثية في هذه الأجواء الجميلة. نتابع مسار وتحديات سن الإذاع على ميدان الشحانية، هنا مدار 6 كيلومترات يحمل لنا منافسات هذا السن الإذاع لتبدأ المتعة والإثارة دائما مع هذه التحديات الجميلة. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى المقدمة مشاهدين الكرام. تابع التسلل من الجانب اليمين، هذه وجنة اللي غيرت الأمور، علي بن حليس بن سعيد العفاري، من يقدم لنا وجنة مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مع الصدارة، تغير هنا بشعار العفاري، تنتزع المقدمة في هذه اللحظات. هذه لوحة 3 كيلومتر ويعني انتصاف المسافة. نتابع المركز الثاني مشكورة محمد بن صالح الغفران المري، من يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني من خلال انطلاقة مشكورة، بينما على المركز الثالث مشاهدين الكرام تأتي انفدع مع المركز الثالث بشعار مازن بن نوير بن مبيريك الهذلي، من يقدم لنا شعاره على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات. والمركز الرابع، المركز الرابع، وتابع التواجد مشاهدين الكرام مع رابع المراكز، هذه رسالة بشعار علي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة، من يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع في هذه اللحظات من خلال انطلاقتي وتحديات رسالة، بينما في المركز الخامس شوف الاسم القادم، وصل شعار ابو سعيد، بدا يقدم الواصله، محمد بن سعيد بالكيله العامري يتقدم في هذا الاداء الجميل مع وصول الواصله وخذت المركز الخامس. هذه النتيجه، ولكن اذا شاهدنا خلف الفايف ستار سنتابع معكم اعداد حاضره والشعارات منطلقه هنا في هذا الاداء الجميل. مجموعه بدات تتدافع نحو الخماسيه المذاعه في هذا الشوط،
يحمل لنا هذه الشعارات الجميلة، شعارات أبناء الخبايل. هنا لنتابع تحديات ومنافسة كبيرة على أرضية ميدان التحدي في هذا المهرجان. العودة إلى مقدمة الشوط مع شعار العفاري، مع الصدارة، مع المركز الأول، يقدم لنا تحديات وجنة على صدارة هذا الشوط. علي بن حليس بن سعيد العفاري يبغي السلامات إلى دولة الإمارات مع هذا التحدي الجميل، مع المركز الأول، مع انطلاقة وجنة، مع الصدارة، بينما في المركز الثاني هذه مشاهدين الأعزاء انفدع مع المركز الثاني مازن بن نوير بن مبيريك الهذلي، من يقدم لنا شعاره ولكن بالكيلة. بدأ هناك يسير مع الواصلة من الجانب اليمين من خلال هذا الانطلاق الجميل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. الله 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 الله، الإثارة الحاضرة والمنافسات الكبيرة مع المركز الثالث. وتابع التواجد مشاهدي الأعزاء من الفاتنة، سعود بن شافي بن ناصر آل شافي من يقدم الفاتنة، بدأت تنضم معنا في هذه اللحظات. ومن الجانب اليمين شعار بالكيلة مع الواصل محمد بن سعيد بالكيلة العامري، والمركز الخامس، خامس المراكز، تحركت في هذه اللحظات شهلولة. محمد بن ذياب بن عيد العتيبي قادم 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 مع شهلولة مع المركز الخامس. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وزادت السرعة. النيسان بترول بالانتظار لمن ناموس هذا الشوط. جاوزنا لوحة 1200 باتجاه بوابة الإعلان، بوابة الكيلومتر الأخير، لنتابع من خلالها كل التحديات والمنافسة هناك إلى خط النهاية. وهذا هو الكيلومتر الأخير، وهذه وجنة على صدارة هذا الشوط. ولكن الخطر القادم، شوف الاسم الواصل، وصلت الرويضة، حمد بن سعيد الجربوع المري بدأ يقدم لنا الرويضة في أول إذاعة في هذا الشوط، وغيرت إلى المقدمة. بينما على المركز الثالث التواجد والاندفاع من شهلولة محمد بن ذياب بن عيد العتيبي، ولكن ارصد الاسم الواصل، وصلت منصورة خميس بن عتيق بن يمع الرميثي، قادم قادم الرميثي مع المركز الرابع في أول إعلان، أيضا مع تحديات منصورة، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط. أو تابع انفراده مع الصدارة من خلال انطلاق الرويضة على مقدمة الشوط، وادعت الشعارات وانطلقت مع الأجواء النهائية من عمر هذا الشوط بشعار حمد بن سعيد الجربوع المري، من يقدم الرويضة 300 متر أو 300 متر الأخير. وهذه الرويضة، وأيضا العفاري يحاول مع المركز الثاني مع وجنة. اللحظات المثيرة، النيسان بترول بالانتظار ما بين الرويضة ووجنة، ما بين الرويضة ووجنة، اللحظات المثيرة. ولكن الرويضة، حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري يطير بناموس هذا الشوط. وسلام الرويضة، سلام، تهانينا والناموس لحمد بن سعيد الجربوع المري على فوز الرويضة وانتزاع ناموس هذا الشوط. بينما وجنه من وصلت ثانيا بشعار علي بن حليس بن سعيد العفاري المركز الثالث، كان من نصيب سيوف لسليمان بن سلامة الجهني، والمركز الرابع، المركز الرابع من وصلت منصورة بشعار خميس بن عتيق بن يمع الرميثي. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت شهلولة محمد بن ذياب بن عيد العتيبي. تابعنا هذا الشوط، ولكن الرويضة كانت بطلة متوجة في مسار وتحديات هذا الشوط باندفاع جميل وحضور مشرف في هذا المهرجان لهذا الشعار منتزع الناموس والنيسان. الله الله الله، لحظة الوصول إلى خط النهاية، نأخذ التوقيت الزمني مع الرويضة ويتحطم التوقيت، 9 دقائق 7 ثواني 40 جزءا من الثانية، أفضل توقيت يسجل حتى هذه اللحظات من خلال هذه الأشواط الصباحية. تهانينا لحمد بن سعيد الجربوع المري على فوز الرويضة وانتزاع ناموس هذا الشوط. وجنا من وصل ثانيا في 9 دقائق 8 ثواني 6 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لعلي بن حليس بن سعيد العفاري على فوز وجنا بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فوصلت مشاهدين الأعزاء سيوف، وتوقيتها زمني 9 دقائق 11 ثانية 22 جزء من الثانية، وصلت في اللحظات الأخيرة سيوف بشعار سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني.